بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده زي ما حضراتكم شايفين شاشة هوهو 32 بوصة. مشكلة ان هي فاصلة باور خالص، تمام. صاحبها بيقول لي الكهرباء عملت قفلة في البيت، والشاشة دي فصلت طبعا، مش جايبة اي بيانات خالص، ولا على الشاشة ولا حتى لمبة البيان بتنور، يعني حتى لمبة البيان ما بتنورش. وزي ما حضراتكم شايفين كده، دي لمبة البيان المفروض على الاقل هي بتنور احمر في البداية، وبعد ما بتضغط على زرار الباور بتاع الشاشة او سواء من الريموت المفروض اللمبة دي بتغير لونها، وبعدين الشاشة بتشتغل تاني زي الاول. طبعا المشكلة هنفك الشاشة ونتابع العطل دلوقتي، ونتابع المسار بتاع العطل لحد ما نوصل للعطل ونعمله مع بعض. اول حاجة دلوقتي هنبدأ نفك الشاشة مع بعض، وطبعا نتابع العطل مع بعض لحد ما نعمله. زي ما حضراتكم شايفين قلنا مشكلة باور، الشاشة قطعة باور نهائي. طبعا هنفك الظهر بتاع الشاشة وهتجيب الافو، تمام. وبعد كده بنبدا نفك الشاشه زي ما قلنا. انا دلوقتي فكيت المسامير بتاعتها، بعد كده هنطلع البورده من مكانها، تمام. شيل المسامير بتاعتها كلها، طبعا تتأكد ان انت فاصل الكهرباء، ماشي. طبعا هنشيل الصاجة دي، الكابل بتاع البيانات بتاع البانل، تمام. كابل الباور اول خطوة بتعملها، وركز معايا، اول خطوة بتعملها لما بيكون معاك مشكلة باور زي كده ومفيش اي بيانات خالص، بتتأكد ان الكابل شغال او مش شغال. الكلام ده طبعا ايه، بكذا حاجة على السريع، تتأكد ان هو شغال او مش شغال. لو عندك كابل غيره شغال وانت متأكد منه تركبه وتشوف، المهم انت تتأكد 100% سواء كان الكابل سليم ولا بايظ، علشان دي اول خطوة هتعملها. تاني حاجة طبعا مشكلة لما يكون الباور مش موجود في الجهاز بيكون كذا حاجة، وركز معايا. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب الافو، طبعا ايه دي انت بتشيلها، الافضل ان احنا نشيلها خالص دلوقتي علشان نعرف نكمل مع بعض التصوير. هديلك شرح بسيط كده عن البوردة دي. البوردة دي هي اللي اسمها المين ده في الباور، وفي نفس الوقت فيه البيانات وكل حاجة. يعني ممكن تقابلك شاشة زي التوشيبا ال 32، بعض الاجهزة بتكون قطعتين، قطعة اللي هي الباور لوحدها، وقطعة تانية اللي هي البيانات والبروسيسور والفلاش والكلام ده كله، تمام. عندنا هنا المين زي ما حضرتك شايف كده، شايف الشريط الابيض ده اهو كده، يبقى الجزء ده كله هو الباور، هو ايه الباور، تمام. الباور والضغط العالي، احنا ايه مشكلتنا النهاردة فين؟ في الباور والضغط العالي، ان مفيش اي بيانات خالص على الجهاز. هنعمل ايه دلوقتي في الخطوه دي؟ معانا الافو، انت بتتتبع العطل اللي هو المسار نفسه من مدخل الكهرباء، اللي هو ايه، اللي هو زي ما حضرتك شايف ده الكابل اللي احنا ايه بتاع فيشه الكهرباء ده. الكابل ده فيه اتنين اللي هم ايه، اللي هم دول. انا عايز بس اوضح لك الموضوع بايه، بابسط حاجه، دي ودي، دول مدخل الكهرباء، واحد اتنين، ده ماشي كده، تمام، ماشي كده، وايه وبيعدي الناحيه الثانيه، يعتبر ايه بيتفلتر بالمقاومه دي، المقاومه، والمقاومه دي خلي بالك مقاومه فيوزيه، تمام. يبقى ايه بقى الكهرباء جزء اللي هو ايه خط ماشي كده اهو من هنا، وبيعدي الناحيه الثانيه اللي هي دي، ويبدا يكمل مسيرته وطريقه الى باقي الباور. الثانيه اللي هي من هنا كده بتعدي معاك من هنا، وعندك الحته البيضه دي شايفها، الحته البيضه دي كده من هنا لهنا، الكهرباء بتعدي من هنا لهنا وتمشي معاك لهنا، وتمشي معاك برضه وتكمل، وبيتقابلوا هما الاثنين هنا عند مين؟ عند ملف الكهرباء اللي حضرتك شايفه اللي هو النحاس ده، تمام. يبقى احنا عندنا ايه اول حاجتين بنفحصهم بعد الكابل بتاع الكهرباء،
بنفحص المقاومه دي، وبرضو بنفحص الفيوز اللي هو ده اللي هو عند ايه، عند الشريطه البيضه دي. تمام، فين هو الفيوز ده، شكله ايه، اللي هو ده اهو، ده الفيوز. اه هو ده الفيوز، يعني مثلا مش هيكون فيوز لمبه اللي انت عارفه اللي هو العادي بتاع التلفزيونات ولا الشاشه ولا الريسيفرات ولا الكلام ده كله، ده هو ايه الفيوز اللي المفروض بيكون موجود في الجهاز، ودي المقاومه الفيوزيه. ولو حضرتك بصيت على الرسمه بتاعتها بتلاقيها برضو ايه، فعلا هي مقاومه فيوزيه. بنبدا نقيسها ازاي، بنقيسها من خلال الافو، من خلال الافو، واحنا ظابطين على وضع الجرس ماشي اهو. احنا قلنا ايه، قلنا دي كده ودي، نشغل الافو وبنقيس المقاومه الفيوزيه اهي، المقاومه الفيوزيه سليمه، يبقى كده الكهرباء الجزء ده الخط ده ماشي سليم وموصل من هنا كده زي ما حضرتك شايف كده. بص انا حاطط ايه الطرف اهو وماشي بيه، ماشي بيه لحد فين، لحد هنا، ومن هنا لهنا يبقى كده هو معدي معايا، يبقى المقاومه الفيوزيه اللي هنا سليمه. ويبدا معاك ايه فين، في الجزء ده بيوصل لحد اول طرف من مين، من ملف الكهرباء، والكلام ده انا شرحته في الفيديوهات اللي فاتت بالتفصيل الممل. ونبدا طبعا من هنا لهنا ايه، الكهرباء ماشيه تمام زي الفل، يبقى من هنا ماشيه كده وكده كده 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 زي ما حضرتك شايف، من هنا لهنا وبتوصل الناحيه الثانيه الملف بتاع الكهرباء. طيب الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو ايه، الخط الثاني يعني من الكهرباء، هما خطين اللي هو ده والثاني ده، بالمفروض بتمشي معاك الكهرباء من هنا لهنا اول حاجه اهي الشريطه بتاعتها، وبعد كده بتوصل هنا. طبعا هنا مفيش اي خالص ولا اي اندهاش، ليه؟ لان الفيوز بايظ، الفيوز ايه بايظ، يبقى هنا موجوده وهنا مش موجوده. طيب ما ممكن بعد ما نغير الفيوز تقابلنا حاجه ثانيه، يعني ممكن بعد ما نغير الفيوز تبقى فيه مشكله ثانيه. طب هنعرفها ازاي؟ هنبدا مع بعض نشوف ونتتبع العطل كويس، لكن احنا برضو خلينا مكملين من هنا لهنا ومن هنا. بص كده الفيوز مش شغال خالص، يبقى مفيش اي حاجه خالص، والطرف الثاني بتاع ملف الكهرباء مش هيبقى واصله ايه، مش هيبقى واصله كهرباء. اول حاجه هنعملها دلوقتي هنشيل الفيوز ده وهنركب فيوز ثاني، ونكمل مع بعض الفيديو ونشوف المشكله هتوصلنا لحد فين. طبعا يا جماعه زي ما انا قلت كده ايه، الفيوز اهو يا جماعه اهو ماشي، خليكم فاكرينه وشايفينه اهو. اللي انا جبت فيوز تاني غيره اهو ماشي، وطبعا هنعمل دلوقتي ايه، هنقيس الاتنين ونشوف هو بايظ ازاي مع بعض. ده الفيوز اللي هو السليم، ده السليم الجديد في انذار، يعني كده اهي، يعني هو كده سليم تمام. وده اللي هو ايه الفيوز التاني، مفيش اي حاجه خالص يعني بايظ. طبعا في ناس كتير قوي بتعمل سلكه وكوبري والكلام ده كله، يا ريت بلاش الكلام ده علشان ايه، بيبقى خطر على الاجهزه. فيوز يبقى فيوز، فيوز يبقى فيوز، ما نشيلش بقى ونحط كوبري وسلك والكلام ده كله، ما ينفعش، كل ده بيبقى خطر وغلط كمان. هركب انا دلوقتي الفيوز ونشوف مع بعض الجهاز. انا كده ركبت الفيوز يا جماعه اهو. عايزك برضو في حاجه تانية مهمه وتركز معايا فيها، بعد ما نركب الفيوز عايزين نبص بصه على الباور تاني. ممكن نلاقي حاجه متفحمه، حاجه بايظه كده او حاجه كده، فاحنا طبعا بنبص بصه ونشوف. فانا حتى لما بصيت لمحت ايه، لمحت المكثف الكبير زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا من كتر القفله، من شده القفله اتخرم، شايفين المكثف دخل سن المفك دخل لجوه اهو، بصوا اهو، ففي ثقب هنا فين، في الارضي بتاع المكثف، ناحيه الارض بتاع المكثف. ما علينا، هنرفع المكثف ده من على البورده دلوقتي ونشوفه ماله، وكمان نجيب واحد زيه نفس القيمه ونركبه. شايفين يا جماعه بصوا اهو، ده اللي انا بتكلم فيه اهو. فاحنا طبعا زي ما حضرتك شايفين كده 400 فولت على 68
مايكرو، هنجيب مكثف زيه وهنركبه برضو وهنشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا يا جماعة رجعنا تاني، انا غيرت المكثف وركبت مكثف غيره، تمام. وايه وهنجرب، بس طبعا احب اوريكم حاجة. ده المكثف القديم اللي هو اللي كان راكب، شايفين يا جماعة انا بعد ما شلت من عليه اللزقة بصوا منظره عامل ازاي، شايفين. فطبعا الحمد لله ان احنا بصينا عليه وشفناه، وايه وطبعا انا بصيت بص على البورده كلها الحمد لله امنت عليها كله تمام وزي الفل. طبعا هركب البورده في مكانها تاني وهنقفل مع بعض ونجرب ونشوف مع بعض ايه الحكايه. انا كده قفلت الشاشه كلها وعملنا طبعا الصيانه اللي احنا قلنا عليها. هنبدا نشوف بعد كده. بسم الله. لو ملاحظين يا جماعة هنا لمبة البان نورت احمر اهي، بس عشان الاضاءة عالية فمش هتظهر جامد، ولكن هوطي الاضاءة. اهي يا جماعة لمبة منورة احمر، ماشي. فاحنا طبعا ايه المفروض في اللحظه دي بنبدا نفتح زرار الباور بتاع الشاشه، ماشي. نقول بسم الله ونشغل. كده اللمبه فصلت ونورت اخضر والشاشه فتحت معانا والمشكله بتاعه الباور اتحلت بفضل الله. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، اهي الشاشه اشتغلت والحمد لله المشكله اتحلت زي ما شفتوا الحاجات اللي احنا غيرناها. طبعا انت ممكن تقابلك حاجات تانية مختلفه عندي، ولكن كلها بتبقى ايه تبقى نفس الخطوات اللي احنا قمنا بيها دلوقتي. المهم طبعا عشان ما اطولش عليكم، كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واتمنى لو انت مش مشترك في القناه تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو اول مره تشاهد فيديوهاتنا على القناه يا ريت تدخل تتفرج على باقي الفيديوهات كده وان شاء الله هتستفيد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.